ادي صوص الكراميل، زي ما انتم شايفين الطبق بتاعنا بعد ما زوقناه اهوت بالكريم كراميل فوق نص صوص الفراوله والطبق الحلو اللي احنا عاملينه في الشتاء في الساقعه دي تاكلوه. هندخله شويه في الثلاجه يسقع يبرد بس شويه ونطلعه لكم من هندوقه قدامكم. يلا بالهنا ونشوف، استنونا. اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم النهارده انا ودعاء في المطبخ، قلنا نعمل لكم حاجه حلوه في الساقعه ديت، فهنعمل دلوقتي صوص الفراوله. جبت 10 حبات فراوله و100 جرام سكر وهنحطهم على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعمل الصوص واستنونا. يلا اهوت هنحطه النار، ولا انا النار هاديه اهيت، ونحطه على النار تسيبه شويه على ما يدي معانا اهو ايه، ونرجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين السكر معانا بدا يسيح شويه اهوت. الصوص بتاعنا يسيح يبقى صوص فراوله، استنونا. وزي ما انتم شايفين اهوت انا عاوزه بقى بالطريقه ديت شويه صوص بالفراوله بتاعت الزهره دي اهو، هنزله من على النار واسيبه على ما نكمل. زي ما انتم شايفين اهو، يلا بقى. وادي صوص الفراوله بتاعنا، اول حاجه طلعت من الحلوه بتاعتنا اللي احنا هنجهزها، واستنونا هنطلعها. شايفين اهوت حطيتها في بوله اهي بسيطه، هنحطها في جنب دلوقتي واستنونا. وادي بقيه الحلوه بتاعتنا معايا. جبت الحله بتاعت اللي انا هشتغل فيها، حطيت فيها 100 جرام سمنه، عندي 150 جرام سكر، عندي 100 جرام دقيق، عندي كيس فانيليا، عندي لتر حليب، عندي ادي لتر حليب. اللتر الحليب هضيف عليه السكر زي ما انتم شايفين، وقلبناه. ومعاه كيس الفانيليا خليناه دلوقتي، وتعالوا نروح على النار نعمل بقيه الحاجه بتاعتنا. وده ولعنا العين اهوت، وهنحط عليها الزبده بتاعتنا اللي احنا عاملينها 100 جرام، وهنزيد الدقيق على مسيح اهوت، وهنعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين اهوت بعد السمن مساعد تحط الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه زي ما انتم شايفين اهوت. زي ما انتم شايفين اهوت، وهخلي دعاء تجيب اللبن تساعدني فيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين عامل ما يتقل بس شوية معانا. طيب بعد ما بدأ يفافى هنحط ايه كيس الفانيليا ونقلب عشان يدينا ريحة زيت. شايفين اهوت بدأ يغلي ويفافى اهو، هيفصل اهو مع بعضه. حطيت النار؟ دي واحدة بس. بس ده اهوت. بسم الله. نقفل النار عليه بقى. السلام عليكم. رجعنا لكم اهو بعد ما طلعناه، وهنحطه في البولة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بولة واحدة كده اهوت.
وهنجيب زي ما انتم شايفين صوص الفراولة بتاعنا اللي احنا عاملينه. والبولة بتاعتنا اهيت هنحط فيها، وهنجيب صوص الشوكولاتة صوص الفراولة. الفراولة معلش انا اسف، احط شوية صوص فراولة. وادي صوص الكراميل. زي ما انتم شايفين الطبق بتاعنا بعد ما زوقناه اهوت بالكريم كراميل فوق النص، الصوص الفراوله والطبق الحلو اللي احنا عاملينه في الشتاء في الساقعه دي تاكلوه، هندخله شويه في الثلاجه يسقع يبرد بس شويه ونطلعه لكم وندوقه قدامكم. يلا في الهنا ونشوف. استنونا. ورجعنا لكم اهو بعد ما جمد، وزي ما انتم شايفينه شكلنا اتنين عملنا فيهم خط بس بالكريم كراميل، واتنين حطينا على الوش كريم كراميل كامل وزي ما انتم شايفين. وهندوق دلوقتي نقول لكم وهنشوف ايه الواحد يتقدم في الطبق. يعني مثلا الطبق ده مثلا دعاء تختار ده، مثلا انا اختار ده ليه اختار. ايه رايكم؟ ده الطبق انا اللي اخترته ليا، هدوق قدامكم منه. حط ده في الزمن كده الطبق بتاعي. زي ما انتم شايفين اهو حاجه حلوه طعمها جميل، حاجة روعة الروعة. طعم الكراميل فيه كريم كراميل، وطعم الصوص فراولة، والطعم التاني اللي احنا عاملينه حلو شتوي جميلة. وندوق دعاء وتقول رأيها من طبقنا. طعمها جميل ما شاء الله، طعمها جميل فعلا. جربوها وان شاء الله تفرحوا بيها اولادكم. وحاجات موجودة في كل بيت يعني ده دقيق وسمنة وسكر وبس، ولو فراولة شال فراولة تعمل صوص اللي انت عاوزاه. عاوزة تعمل لو مش عندك فراولة موز اي حاجة، اي حاجة حطيها جواها. لو مش عايز تحط جواها برضو مش مشكلة. وصوص الكراميل اللي بيتعمل بسهولة، واحنا عندنا هحط لكم الرابط ان شاء الله اسفل في صندوق الوصف اسفل الفيديو باذن الله. يلا دمتم في حفظ الله ورعايته.